خلينا نبدأ وبعدين اللي يدخل هذا. موضوعنا اليوم Salivary Gland Pathology. احنا قلنا الـ First Defense Mechanisms of Oral Cavity هو الـ Epithelium Linings، وحكينا عن Disease of Epithelium that lining الـ Oral Cavity. نجي على Second Defense Mechanisms هي الـ Saliva، واللي مسؤول عن الـ Productions of the Saliva هي الـ Salivary Gland. لذلك أخذنا موضوع الـ Salivary Gland لأن مهم كلش. نحكي شوي عن النورمال هيستولوجي اوف سليبري جلاند. حتى نعرف الديزيز اوف سليبري جلاند لازم نعرف النورمال هيستولوجي اوف سليبري جلاند، بعدين ناخذ الاب نورمال اور الديزيز اوف سليبري جلاند او الباثولوجيكال ديزيز اوف سليبري جلاند. ندري بانه سليبري جلاند تو تايبس، هي الماينر والميجر سليبري جلاند، وعندنا 3 major salivary gland. هي البروتيد جلاند اللي متكونة من 2 loops، الاوتر loops والانر loops، وعندنا sublingual والsubmandibular salivary gland. وال parts of the salivary gland that responsible for the productions of the saliva هي acinar cells، وهي 2 types، هي mucus acini والserous acini. بالإضافة إلى عندنا أنه الـ secretions of the salivations راح يكون عن طريق الدكتات، أكل الـ minor duct وأكل main duct وأكل accessory duct. هذني الدكتات، هذني الدكتات of the salivary gland، minor salivary gland، هذني الـ acini. هاي عبارة عن الـ mucus acini اللي راح تكون الـ cytoplasm مالتها granules and dark، وهاي الـ serous acini. الميوكس العفو راح يكون السيتوبلازم مالته بيل، والسيروس اسيناي اللي راح يكون السيتوبلازم مالته جرانيولز اند دارك. قلنا السكريشن مالته راح يكون عن طريق الدكتال سيستمز اوف سليفري جلاند. هاي الميكس سليفري جلاند اوف بروتيد جلاند اللي راح تكون، احنا قلنا السليفري جلاند اما تكون بيور ميوكس او تكون سيروس. سامبل مالتها كميكسينج هي البروتيد جلاند، هذا اني الميوكس سليفري جلاند ان السيتوبلازم مالتها راح يكون بيل، وهذا السيروس الاسيناي اللي راح يكون السيتوبلازم مالتها جرانيولز اند دارك. هذا اني الاديبوس تيشو، بالاضافه الى اكو هنا المايو ابيثيليال سيلز ريسبونسبل فور ذا كونستراكشنز اوف ذا داكت فور ذا سيكريشنز اوف ذا سليفيشن، اللي تسوي لنا التقلصات بالداكت اوف ذا salivary systems حتى يصير عندنا secretions من ال small duct to the larger duct ثم main duct ثم accessory duct to the system of the duct of salivary gland. هذا فد review على normal histology of salivary gland حتى نعرف ال abnormal شلون يكون ال abnormal. طبعا جبته بالامتحان سلايد هذا normal histology اللي بوقتها ما حد معرفه. دائما اجيبه بالفاينل نبات النورمال هيستولوجي حتى اقدر اعرف انه الطلاب يعرفون هذا ابنورمال اور نورمال. طبعا بالعمليه اجيبه. نيجي على الموست كومن ديزيز اوف سليفري جلاند هي الميوكوسيل. كمختصر الميوكوسيل ديفيجن هي الرابتشرز اوف ذا سليفري جلاند داكت. راح يصير قلنا سليفري جلاند تحتوي على الدكتات السمول داكت والبيج داكت اند المين داكت والاكسكريتوري داكت. هنا الربشر راح يكون بال الانتركليتد داكت السمول داكت الموجوده بالماينر سليفري جلاند. لما يصير بيها فراكتشرز، لما يصير بيها ديستراكشن، لما يصير بيها ربشرز، راح يصير سبلينجز اور ديفيوزنجز اوف ذا ميوسين. يعني هاي الدكتات تحتوي على الميوسين، راح تحتوي على السلايفا from the acini when it is ruptures or breakdown or distracted. راح يصير slippage or secretions or escape or spreadings of the mucin that presents in the duct systems. وين راح يكون ال spreading matter to the surrounding soft tissue.
ليش دا يصير عندي رابتشر او دا يصير عندي ديستراكشنز بالماينر سيلفرك بالدكت اوف الماينر سيلفرك دات ديو تو ذا تروماتيك افكت. نعتبر الميوكوسيلز از نوت ا ترو سيست. ليش؟ ات ويل نوت لايننج باي ذا ابيثيليمز. هي عباره عن الكافيتي containing the mucins and lining by the fibrous connective tissue. The clinical presentations of the mucocele. طبعا most commonly age groupings هو young adult and the children's. لأن this types كل traumatic groups of oral disease هو راح يكون children and young adults يعني under 12 years يعني ال post and school childrens يعني جوا عمر الست سنوات بالإضافة من ست سنوات إلى 12 سنة. هذني school and preschool children أو preschool age groupings هيكون more age susceptible to the trauma نتيجة للعب أو في الأطفال أو نتيجة لل responsibility أو نتيجة لعدم الإدراك الطفل فيتعرض إلى الحوادث. The main positions of the mucocele راح يكون the lower lips, the vermilion border of the lower lips لأن أكثر منطقة تتعرض للتروما هي هاي المنطقة. The clinical presentation راح تكون على شكل the dumb shape swellings وهذا the swellings إما راح يكون bluish or translucent depending on the depth of the trauma. كل ما يكون more depth راح يكون the swellings translucent كل ما يكون depth كل ما يكون قلنا more depth راح يكون the swellings يعني the trauma راح يكون in the depth tissue فراح يكون slippage on the surface epithelium يعني swellings on the surface وكل ما يكون the trauma to the superficial area راح يكون more bloody, more inflamed فراح يكون اللون ماته more dark and bluish discolorations. Size ranging from the 1 to 2 millimeters or maybe reaching to the several centimeters. قلنا the most common age grouping see children with young adult. This age grouping is more susceptible to the trauma during to the playing and under and نتيجة للطفل يكون ما مسيطر عليه نتيجة للعب الأطفال ما عندهم إدراك. الليجنز التكستشر مالته راح يكون فلكتشوانت فلويبل طبعا يعني يحتوي على الميوسين يحتوي على السلايفا فلذلك التكستشر مالته راح يكون فلكتشوانت فلويبل but it may be changing to the firm to the palpations يعني احنا قلنا هو نتيجة escapings of the saliva to the surrounding connective tissue care responsibility of the body راح تبرى acute inflammations or chronic inflammations فيبدي precipitate of the fibrous connective tissue طبعا if it is leaved without treatments راح يتحول إلى chronic inflammations فيتحول texture مالته من fluctuant fluables راح يتحول إلى firm palpations due to the precipitate of the fibrous connective tissue فيتحول يشبه الفايبروما. The duration مالته من a few days to the several years قلنا if it is neglected without treatments it will maybe increasing in size يتحول من 1 إلى 2 millimeter إلى several centimeters or it may be changing from the fluable fluctuant texture to the firm to the palpations. قلنا الـ most common sites of الـ mucocele هي الـ lower lips, الـ vermilion border of the lower lips, and this is the site is more susceptible to the trauma from the child, يعني الطفل أكثر شيء وين يوقع؟ يوقع على حلقة، صح ولا لا؟ أكثر شيء الأطفال يوقعون على شفتهم، على الضربة تكون على على الحلق فال lips هي the most common sites of the trauma in the traumatic age groupings هي قلنا children and young adults under 12 years old. Less common sites including floor of the mouth, the anterior
ventral of the tongue, the buccal mucosa, the palate, and the retromoral pad area. It may be occurs anywhere in the oral cavity, but most common sites here, the lips, the upper and the lower lips, the vermilion borders of the lips, because it is the most common sites of susceptible to the trauma in the child age groupings. طبعاً these lesions كنا إذا كان superficial راح تكون lining epithelium, lining is thin linings. إذا كان deep راح يكون more thick linings. إذا كانت superficial it may be burst, it may be breakdowns leaving shallow painful ulcer that healing within the few days. Due to the usings of the mouth, the mastications, due to the movements of the child, it may be a fracture, it may be a burst, it may be exposures, these mucoceles, and leaving superficial ulcers. Or it may be a stain as a dome-shaped swellings, or it may be change to the nodules due to the precipitate of the fibrous connective tissue. Histopathological features, احنا قلنا هو عبارة عن the breakdowns of the ducts and the slippage of the saliva to the superficial, to the surrounding connective tissue. وقلنا اعتبرنا انه it is not a true cyst because it is missing of the tiny epitheliums. فرح نلاحظ عبارة عن swellings والwalls راح يكون عبارة عن fibrous connective tissue will contains هو mucins or the salivary secretions. Area of the slipped mucins surrounded by the granulation tissue responsible. احنا قلنا if it is left or it is depth trauma the body will responsible as a chronic inflammations. لذلك راح نلاحظ ال chronic inflammatory cells بالإضافة إلى ال precipitate of the fibrous connective tissue inside the lumens of these cavitations. هاي الصورة أوضح. طبعاً هاي ال big mucoceles. هنا نلاحظ بني ال acini of salivary gland. نلاحظ شوف ال mucin accumulations and the surrounding fibrous connective tissue space and forming these big mucin lesions. الرانيولا هي عبارة عن ال mucoceles that formings in the floor of that mouth. احنا قلنا الميوكوسيلز الموست كومن تايبس اوف ذا سليفري جلاند هي الماينر سليفري جلاند بس ات مي بي اكر ان ذا الميجر سليفري جلاند بالسب لينجوال اريا. احنا عندنا سب لينجوال سليفري جلاند والسب مينتال وعندنا البروتيد جلاند. فاذا صار الميوكوسيلز اي يعني اذا صار البريك داونز او ديستراكشنز اوف ذا دكتس of the sublingual salivary gland and the spillet or the breeding of the mucins into the surrounding connective tissue in the left door of the mouth, so may not be a ranula. هي نفس المucins بس position مالتها بالفلور of that mouth will salivary gland هي sublingual salivary gland. طبعا نفس clinical presentations هي عبارة عن dumb shape swellings راح يكون إما translucence or the blue. لكن قلنا البوزيشن ما تكون بالفلور اوف ذا ماوث. قلنا الديبر ليجنز راح يكون نورمالز يعني التروب راح يصير بالديب لايرز فيكون الانفلاميشنز او يكون السوالينجز بالاوتر سيرفيس راح فيبين ترانسلوسنت. ولكن كل ما يكون التروما سوبرفيشال راح تكون مور بلوش. قلنا بما انه ذا سيم اوف ذا ميوكوسيلز اذا the causative هو trauma with most common age grouping seal children and the young adults under 12 years in the locations راح يكون lateral to the midlines لأن
الدكت of the sublingual salivary gland اللي راح تكون under the tongues راح يكون bilaterally, هذا الدكتات of the sublingual salivary gland. فهنا صار عندي التروما وصار عندي these mucosines or ranula. طبعا بالامتحان لما نجيب ال differential diagnosis ممكن تكتب mucosines or ranula هي صحيحة لأن هي نفس الشيء ولكن الاسم مالتها يختلف. Rupture and releasing their mucin contents. The blanchings of the cervical ranula. The blanchings يعني الغرق أو الطوفان أو كذا. هنا هاي sublingual. Salivary glands. إحنا قلنا الرانولا هي عبارة عن mucosines ولكن ال position مالتها بالfloor of the mouth due to the destructions. Duct of the sublingual salivary gland. نوبات ال إحنا قلنا secretions of that mucin راح يكون big amounts. الكمية of the saliva اللي ينتج الجسم يوميا من 5.5 لتر إلى 1.5 لتر. فلما يصير ال slippage or the spreadings of the saliva to the myelohyoid muscles and producing swelling within the neck. سميناه بال cervical ranula أو the blanchings. The CT scan and MRI image of the blanching granula from the sublingual gland often exhibited a slight extensions of the lesions into the sublingual space than as the tile size. هنا الرانولا هي عبارة عن ال من اسمها طبعا من ال blanchings أو the cervical ranula. اجت تسمية الرانولا هي الفروغ العنق مال الفروغ شلون تشيس الهواء الهوائي لما ينفخ الفروغ يطلع هذا الصوت فاجت تسمية الرانولا هو فروغ فالتايل ساينس كانه شلون الفروغ لما ينفخ العنق مالته فالبيشنت راح يشبه الفروغ لذلك اجت تسمية الرانولا. الرانولا عبارة عن فروغ فيصير planchings or floating of the mucins in the myelohyoid area or the myelohyoid muscles فراح يصير عندي swellings of the neck of the patients. هذا clinical variations of the ranula. الهيستوباثولوجيكال فيتشرز قلنا بما انه الرانولا هي نفسها الميوكوسيلز اذا ذا سيم هيستوباثولوجيكال فيتشرز ولكن اللوكيشنز بالفلور اوف ذا ماوث والافكتد مول ماينر سيليفري جراند هي السب لينجوال سيليفري جراند. نجي على انذر ديزيز اوف ذا سيليفري جراند. هنا السيليفري دكت سيست من اسمه salivary duct cyst. احنا قلنا الميوكوسيلز او the ranula هي عبارة عن ال not true cyst عبارة عن swelling lining by the fibrous connective tissue. هنا لما يصير lining of epithelium سميناه بعد ما راح نسميه لا ranula ولا mucosine راح نسميه cyst. الepithelium lining cavity that arising from the salivary gland tissue. احنا قلنا مين يجي epithelium linings اذا تتذكرون النورمال هيستولوجي عندنا الاسيناي وعندنا الداكت وعندنا المايو epithelial cells. لما يصير blockage or obstructions of the duct systems of the salivary gland البادي of the body responsible to this pathological change will be proliferations of the myo epithelial cells that presents around the duct systems to forming a cystic lesions. يعني لما يصير blockage راح يصير accumulations of the mucins inside the duct systems فحتى البادي يمنع ال extensions of these mucins راح يحفز ال epithelial cells that presents in the salivary tissue to forming a cystic lesions. It is a true developmental cyst may be developing secondary to the ductal obstructions which create increasing in the intraluminal pressures.
قلنا الكوزاتيف اوف سليبري داك سيستم هو الاوبستراكشنز. شو وقت صار عندي اوبستراكشن؟ اذا عندي انفلاميشنز او اذا عندي سليبري ستونز او اذا عندي بكتيريال انفكشنز راح يصير اوبستراكشنز او بلوكج اوف ذا داكت اند اكيوميليشنز اوف ذا ميوسينز. الكلينيكال فيتشرز احنا قلنا الميوكوسيلز الايج جروبنجز يونج and the traumatic age groups هنا الاكرنس in that adult arising within that either the minor or that minor the major or that minor salivary gland. The most common disease affected salivary gland راح تكون او most common gland susceptible to that pathological change هي البروستيت gland. ليش؟ لان هي عباره عن big gland presents in that oral cavity. لذلك هي أكثر gland susceptible to that all types of the disease سواء كان infection, virus, tumors. صرح نأخذها اللي نسبة الإصابة كل ال disease هي 80%. يعني parotid gland هي the most common gland susceptible to the pathological disease. The presentation مالته عبارة عن slow growing asymptomatic swellings. The most frequently that developing in the floor of the mouth, the buccal mucosa and the lips, it may be occurs anywhere. لأن قلنا susceptibility هي الماينر والماجر salivary gland. أيضا قلنا clinical presentation it resembles into the mucosal. سواء واحد يقول شلون نقدر نفرق بين this is a mucosal or ranula or it is a duct cyst أو salivary duct cyst عن طريق احنا clinically ما نقدر قلنا إما عن طريق clinical clinical approach ما نقدر نميز it is a ranula or mucosils or it is a duct cyst. فنقدر نميز عن طريق another approach هو ال biopsy. ناخذ biopsy اذا نشوف الميوسينس with the linings fibrous connective tissue without epithelium اذا هو عباره عن ميوسيوم. واذا كان lining be epithelium اذا نعتبره salivary duct cyst. يعني cyst lining by the epithelium. التكستشر مالته نفس الميوكوسيل قلنا الكلينيكال برزنتيشن ايضا راح يكون soft fluctuant fluable swellings that appear اما يكون translucent or the bluish depending on the depth of the cyst below. يعني هنا cystic lesions due to the blockage of duct systems راح يصير accumulations of the mucins. فصح صار عندي السوولينجز اذا كان البلوكج بالدبث داكت راح يكون قلنا ترانسلوسنس واذا كان سوبرفيشال راح يكون الكلر مالته الديسكلريشنز بلوش. Cysts in the floor of the mouth often arising adjacent to the submandibular duct and sometimes have amber colors. Salivary duct cyst. هذا Galaxy A30 خلي اكتب اسمه حتى ادخله خلي يطلع وبعدين اكتب اسمه. Cyst in the floor of the mouth قلنا لما يكون البوزيشن مالته بالفلور اوف ذا ماوث ما راح يكون بالسب لينجوال راح يكون بالسب ماندبلر داكت السيستيك ليجنز والكلر مالته امبر كلرز يعني كلر شلون الكهرب راح يكون الدارك ريد كلر اف ات از اكر ان ذا فلور اوف ذا ماوث. الكلينيكال فاريشنز اوف ذا سليفري داكت سميناها بالميوكاس ريتينشن سيست. شنو هو الميوكوس ريتينشن سيست؟ اكتازيا اوف ذا اكسكريتوري داكت اوف ذا ماني اوف ذا ماينر سليفري جلاند ثرو اوت ذا ماوث. هنا راح يصير عندي البلوكج اوف ذا مور ذان وان داكت اوف ذا ماينر سليفري جلاند. الاكتازيا هي عباره عن شلون مجموعه من الاكسكريتوري داكت اوف ذا ماينر سليفري جلاند ات ويل كوغولييت توجذر اند فورمينج one cystic lesions. ولكن هذا ال cystic lesion is with developing بال accessory ducts يعني ما راح يتكون بال small ducts or the big duct أو بال intercalated ducts
السيست فورميشنز راح يكون بالاكسكريتوري داكتس اوف ذا ميني ماينر سليفري جلاندز. ات ويل كواليس توجذر اند فورمينج ا بيج ليجنز. الكلينيكال بريزنتيشن مالته راح يكون على شكل painful nodules that demonstrated dilated duct orifice on the mucosal surface. هنا راح يصير عندي chronic inflammations, mucus or deposit may be expressed from the these dilated duct. The mucus retention cyst هو cystic formations in the excretory duct, يعني الدكت اللي يكون قريبة من الميوكاس سيرفيس. هذا جالكسي اي 30 خليك اكتب اسمه يطلع يكتب اسمه وبعدين يرجع مره ثانيه يسوي ادمشن. قلنا الكلينيكال فاريشنز اوف ذا سليفري داكت سيستم هنا بالميوكاس ريتينشن سيست. الميوكاس ريتينشن سيست هو الفورميشنز اوف ذا سيستيك ليجنز ان ذا اكسكريتوري داكت وهي الاوتر داكت. That excreted the saliva to the oral mucosa. اللي راح تظهر على شكل painful nodules on the surface mucosa. It may be expressed a pus or the mucus. The histopathological features. تشوفون هنا. اكو lining epitheliums راح يصير عندي lining epitheliums and this epithelium linings is variables in my cone copoidal columnar or atrophic squamous epithelials surrounding these the mucoid secretions lumens نفس الميوكوسيلز ولكن اكو بالinner walls بالاضافه الى هذا الفايبرس connective tissue. هذا الفايبرس connective tissue هنا راح يصير عندي الابثيليوم لينينجز لذلك سميناها بالسليفري داكت سيست. يعني عندي ابثيليوم لينينجز واليومنز ايضا يحتوي على الميوسين هذا ايضا عباره عن فايبروس وولز وهذا الابثيليوم لينينجز اوف ذيس سيستيك كافيتي ذات كونتيننج الميوسين ديو تو ذا بلوكج اوف داكت سيستمز اند ذيس الابثيليوم لينينجز is variables from the capoidal columnar or the atrophic squamous epitheliums. الدكتال اكتازيا قلنا الدكتال اكتازيا هي عباره عن clinical variations of the salivary duct cyst. هنا الهيستوباثولوجيكال فيتشرز يختلف لان راح يصير عندي الميتابليجيا of the lining epitheliums. الميتابليجيا وهو increasing prolaboration راح يصير عندي plot هنا راح يصير عندي prolaborations of the inner epithelial linings of the salivary duct cyst. احنا قلنا الاكتازيا الدكتال اكتازيا هي نفس السليفري duct cyst ولكن يصير عندي prolaborations of these lining epitheliums and demonstrated papillary fold راح تبدي على شكل شلون الاصابع papillary folds مثل فولدات inside the lumen cyst. هذا الكلينيكال variations of salivary duct cyst. ايضا هاي الدكتال اكتازيا لان هنا يصير عندي لا مو دكتال اكتازيا هاي السليبري داكت سيست لان هي عباره عن يعني شوينا تحلوا بالاخلاق شنو سامسا 97 اكتب اسمك الصريح اكتب اسمك لا سامسا 77 او واحد كاتب لي جالكسي اي 30 عيب تو عقال يعني التصرفات الحلوه ندري قاعدين بالبيت ضايجين وتريدون تدامون. السيريفالي داكسيست قلنا هي عباره عن الكافيتي باثولوجيكال كافيتي لايننج باي ذا ابثيليوم والابثيليوم اما يكون كولومينال كابويدلز اور اتروفيك
epitheliums linings والميوسين contains وهذا الفايبروس وولز. The fourth pathology of salivary gland هو sialolithiasis أو ما يسمى بال salivary gland stone. Salivary gland stone هو عبارة عن calcified structures that developing within the salivary duct systems. إحنا قلنا بأنه السلايفة تحتوي على الكالسيوم والفوسفيتس والمينرالز. فال precipitates of these elements inside the duct systems due to the presence of the nidus or debris, it will developing to the stones inside the duct systems. These nidus or the debris, it may be an spaciated mucus, يعني strong clot of the mucins with formings inside the duct systems, or it may be bacteria, or it may be ductal epithelial cells, or a foreign body that enters inside the duct systems, and due to the responsibility of the body, it will precipitate these calcium phosphates and minerals around these debris or the nidus. It will forming stones inside the duct systems of salivary gland. طبعا لما يصير عندي obstructions of the saliva راح يصير عندي decreasing and reducing of salivary flow. لما يصير عندي decreasing and reducing of the salivary flow راح يتكون هذا ال calcified structures او these ال calcified body inside the duct systems. The clinical presentations احنا قلنا انه ال most common glands susceptible to the disease of the salivary gland هي ال parotid gland, يعني هي big glands inside that oral cavity. لذلك 80% of cases developing within the duct systems عفوا العفو 80% of the cases احنا قلنا بالاضافة انه parotid gland is a big salivary gland, ولكن ال sublingual او submandibular gland 80% of the cases of the calcified stones that forming in the duct systems forming in the submandibular gland. ليش؟ لانه تحتوي على ال more long and tortuous duct systems in all salivary gland, the major salivary gland, لانه الدك سيستم مالته بالسبماندبلر salivary gland راح تكون longer and tortuous, فيصير stagnations او يصير decreasing بالflow of the salivations. فلما يصير عندي flow راح تتجمع these debris inside the duct systems and forming calcified body. لذلك 80% of the salivary gland stones form in the duct systems of the submandibular gland. It may be occur, احنا قلنا ال 80% مو معناها ان it can be occurs in the parotid gland and the sublingual gland, or it may be occur in that minor salivary gland. The age groupings, it can be occur any age group, but most commonly in the young and middle age. The most frequent causes راح يصير عندي نتيجة للblockage of these duct systems راح يصير عندي episode pain and the swellings during that meal times. Why during that meal time? لأن راح يصير عندي activations أو excitations of the saliva to secretions the saliva for the digestive of the food. راح يصير عندي over functions of the saliva during that meal times.
لذلك due to the blockage of these duct systems فراح يصير عندي مثل فبين فولز راح يصير عندي فت episodes of pain due to the blockage of due to the activations of the saliva during the meal times. يعني saliva salivary system يصير بي activations during the meal times. يفرز عندي normal saliva ولكن هاي saliva راح تبقى inside the duct systems due to the blockage by these foreign body. لذلك ده يصير عندي فت pain and the swellings. The swelling will pain during the meal times and activations. يعني هو duct systems blockage due to these calcified body. ولكن ايش وقت صار عندي راح اشوف انه patients during the meal time يقول صار عندي مثل الانتفاخ او صار عندي فت small pain during activations of the saliva of the salivary systems. The severity of the system depending on the degree of the obstructions. They شوفون هنا شلون calcified body and the amounts of the resultant back pressures producing within the gland. طبعا ال pains وال swellings ال severity matter depending on the calcified body. كل ما يكون small راح يكون asymptomatic وكل ما يكون big راح يكون ال pain more severe and the swellings ال pain وال swelling راح يكون more severe. Minor gland salivolithitis often asymptomatic but it may be producing local swelling or tenderness of the affected glands. بالminor salivary gland طبعا الدكتات مالتها راح تكون small لذلك الـ sign and symptoms راح تكون أقل من الـ major salivary gland. هنا نحتاج الـ radiograph to confirm the diagnosis. كنا الـ diagnosis إما عن طريق clinical presentations or radiographical view ونحتاج أيضا إذا مبين عن طريق الـ pathological approach أو الـ histopathological approach. هنا نحتاج الـ radiograph to confirm our diagnosis. طبعا اذا كانت بال الستون سوبرفيشال تقدر بالبالبيشنز تتحسسها راح تلاحظ اكو فد فيم بودي او فد مثل كالسيفايد بودي انسايد ذا الدكت سيستمز فنضطر انه ناخذ راديوغراف. بما انه ستون يظهر بالراديوغراف العادي الاكس راي نورمال اكس راي it will appear at the radio opaque masses on the radiographical examinations. نحتاج البانوراميك او البريبيك راديوغراف it may be appear superimposed on that mandibula and it confusing with that intrabony lesions. السيالوغرافي او الالتراساوند and the CT scan نحتاج الى CT scan to confirm أيضاً our diagnosis إما normal or pre-apical or panoramic ونقدر نأخذ له CT scan أو الألتراساوند. Minor salivary gland cellulitis appear at the small radio opacity often can be demonstrated when the soft tissue radiograph. طبعا راديوغرافيكالي بما انه ستون راح تبين اصلا راديو اوبيكيوماسيس انسايد ذا سليفري داك سيستمز. الهيستوباثولوجيكال فيتشر الجروس اكزامينيشنز اور الاي اكزامينيشنز اتس ابيير ات ذا هارد ماسيس ذات مايت كون راوندد اوفال اور سيلندريكال اور any shapes. أذني الكلر مالته راح يكون yellow or it may be white or yellow brown color. Calcified structures أو calcified body قلنا هي عبارة عن هي stone calcium phosphate precipitate فالكلر مالته راح يكون على شكل yellow in shapes. Microscopically calcified masses
exhibited concentric laminations that may be around and it does and morphous debris. هنا عبارة عن laminations طبقات من ال calcifications. هذاني طبقات من ال calcifications of the minerals and the calcified elements. Central هنا هاي debris قلنا إما تكون epithelium or تكون mucus clot of the mucus or تكون bacteria or any foreign body. ويصير ال calcifications around these net dust debris وال calcified راح نشوف على شكل laminations طبقة باي طبقة هي عبارة عن stone أو calcified calcium and phosphate. أكو أحد عنده سؤال كمل على المحاضرة الثانية سير ناتس. أكو أحد عنده سؤال؟ يلا فد ربع ساعة نكمل إن شاء الله.